كلكم بيض الله وجيكم، جملتوا ووفيتوا وربعكم كلهم فخورين فيكم كل ابوه. اي بالله. اي والله. ونسخه ما شاء الله تبارك الرحمن اللي هي قبول من الله سبحانه. والله اني وفقكم وين ما تلقوا. اللهم هذا اللي عندي والله. الله يسلمك. نبي مشاركه يا شيله. مشاركه. سمع كلهم عطنا شيلات. ايش لي والدنيا رسميات كنا نسوي قصيده ولا شيء. والله ما عندي لاني شاعر ولا زعلني اليوم انطلبوا قصيده عندي انا زعلان بس ما عليك زود زعلان انت عبد الرحمن. طيب فهد بسالك سؤال نرجع لابو قلب يا طويل العمر مشاركتك في نسخه كاريزما اخذت فيها المركز الثاني صحيح؟ الله الله يا طويل العمر كيف تجربتك فيها؟ والله تجربه جميله جدا. سلام. ويا الربع ترى العشر ايام هذه اللي قبل الحفل تراها احلى شيء كانها ليالي عيد اللي يروح يفصل واللي مشتط واللي متشتت ذهنيا. لا ما هي قروشه بالعكس ترى قروشه تدري متى يوم الحفل ما تدري اللي جنبك خالد ولا ناصر لكن الايام هذه اغتنموها سووا اللي تبون فصل والبس واستانس ترى حلوه الايام هذه لا تنفسوا انا من يوم جيت ترى في ناس نايمين اذكر اساميهم ولا لا؟ اكشف تنام للساعة 12 ليش؟ لا كانوا يوصلون الصبح هذه لكن الله انه يوفقك كانوا يوصلون بيبي عادل يوصلون ثياب ناوي يبيع من يوصل ثياب خيار ما جانا احد يقول لكن الله يوفقك اللهم امين وين؟ ها والله ابى اقول لك شيء والله والله يا قبل الحفل اسمع والله يا قبل الحفل ان بثلاث ايام ان ما نرقد والله ان ما نرقد ان قبل الحفل ان بثلاث ايام ان ما نرقد ساعه ساعتين خلاص يا ما راح الكثير ما بالله قليل اي بالله تتعب بتطيح وبيجيك الدوران هذا بيجيك الدوخه بس ايش يا اخي تحس باللذه تحس بالناس وراك اللي 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 يبيك تقدم العلم الطيب واللي يبيك ليال العيد بينا من عصاري اي هذه بيجي فيها والله اني يوفقك الله يوفقكم هذا اللي انا اقدر اقول لكم اللهم امين يا عبد الرحمن والله ما شفعنا والله ودنا انك تسمعنا الليل كله بس قصيد ولا تبون شيء بس اللي تبون تبون قصه تبون عطنا شيء قصايد اي ودي طال عمرك قصيدتلك وتشله